سے پہلے میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں جناب محمد اشہد کو کہ یہاں آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہم تمام سامعین کو مستفیض کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.